الشعب المصري لحد اقتراض 30 مليون مصري او 35 مليون مصري ونعترض على احكامها بحكم حل مجلس الشعب ونؤكد على قرارات الرئيس. جه هنا عشان اي قرارات الرئيس محمد مرسي واحد اثنين عشان اعتراضا على المحكمه الدستوريه العليا لان المحكمه طبعا اول امر حلت مجلس الشعب وليس محقق حل من الشعب السابق. ثانيا عاوز تحل مجلس الشورى اللي انتخبوا حوالي من 30 مليون وعاوز تحل تاسيسيا يعني معنى ذلك يبقى في فراغ دستوري وان ما فيش حكومه ولا فيش رئيس ما فيش اي حاجه من مؤسسات البلد. لا مش هنسيبك ان شاء الله النهارده احنا جايين نرجع اعتراضنا النهارده هنمشي اخر النهار عادي مسالمين. لا في حد بيعرف حد ولا حد بيعرف حد من القاهره؟ اه انا من الشورى ساكن في القاهره.